تونس اليوم تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خارقة، تمظهراتها متعددة، الوضع الاجتماعي على غاية من الخطورة، نسبة البطالة مرتفعة إلى حد كبير، الشلل في مستوى الاقتصادي. الأمر هذا كان موجود مقبل الكونفينمون، واليوم الأزمة الصحية زادت الوضع تعقيد، ونعرف أن مئات المؤسسات سرحت العمال تاعها، ونعيش أزمة متنوعة، وبالمقابل للأسف الشديد لا توجد إرادة سياسية لتجاوز هذا الوضع اللي تخبطت في تونس. شوفوا حتى في مستوى التجارة الخارجية، في وضع في ظل أزمتنا الاقتصادية والأزمة اللي يعيشها القطاع الفلاحي، نشوفوا اللي يقع التوريد عشوائي لمواد فلاحية غير مراقبة من قبل الديوانة، ولا ندري مصادرها ولا ندري التداعيات الصحية، في وقت اللي الفلاح تعرضوا إلى أزمة كبيرة نتيجة موجة البرد، إضافة إلى عوامل أخرى على غرار الأدوية الفاسدة وغياب الأمونيتر وغيره. نشوف اللي يقع إغراق السوق بمواد فلاحية خلى القطاع الفلاحي يتخبط في أزمة كبيرة. طبعاً عديدة هي القضايا اللي نعيشوها اليوم، منشآتنا العمومية مهددة بالإفلاس نتيجة أزمة حوكمة وسوء تصرف وتلاعب بالصفقات العمومية، وهذا ممكن من تمظهرات في المدة الأخيرة أزمة كينيسير ألقت بظلالها على الوضع تاع المنشآت العمومية، ولكن ما هيش كانت كينيسير، لسان سي اف تي، معمل الدخان، فوسفات قفصة اللي كان يمول في ميزانية الدولة اليوم شبه معناها مشلول تماما، ولا نوردوا في المواد الكيميائية من الخارج، نوردوا في الفوسفات من الخارج. حان الوقت أن الطبقة السياسية والحكومة بالذات تستفيق وتعمل خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى نخرجوا بلادنا من الأزمة اللي تعيشها اليوم. حول الفساد، بالنسبة لملفات الفساد متعددة ومتنوعة، بالنسبة للجنة الإصلاح الإداري والحكم الرشيد ومكافحة الفساد تشتغل على قضايا متنوعة، ثم قضايا تتناول فيها كل سنح على غرار الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة والمنشآت العمومية والبنوك العمومية، وفي طليعتها البنك التونسي الفرنسي اللي تونس مقبلة على جلسة تحكيمية باش تصير في أفريل 2021، في وقت تفاجأنا هيئة الحقيقة والكرامة بتقرير أدانت فيه الدولة التونسية وأنصفت وطالبت بتعويض لصاحب الادعاء وهو عبد المجيد بودن والشركة التي يتولى نيابتها، وطالبت الهيئة بتعويض بما قيمته 3000 مليار دينار، وهو مبلغ مشط جدا. الأهم في هذا هو التدليس اللي شابه هذا التقرير، حيث أن التقرير الذي تم إيداعه لدى رئاسة الجمهورية في 31 ديسمبر 2018 لم يتضمن هذه المعطيات، ولكن التقرير الذي نشر في الصحيفة الفارطة أضافت فيه سهام بسدرين مجموعة من المعطيات على غير الخطورة، والأهم من ذلك أنها لم تستمع إلى ممثلي الدولة التونسية في هذا الملف على غرار محافظ البنك المركزي ووزير ملك الدولة والمكلف العام لإزاحة الدولة ووزير المالية، جميع هذه الأطراف لم تتم دعوتها ولم يقع الاستماع إليها، وبالتالي نعتبر أن ما وقع هو تدليس، وطلبنا وزارة ملك الدولة بإقامة دعوة جزائية واستجابت في المدة الأخيرة يوم 2 فيفري 2021 بإقامة دعوة جزائية حول شبهة الفساد وشبهة التدليس الذي شابه التقرير هيئة الحقيقة والكرامة ضد كل من سيكشف عن البحث، واليوم اللي ثم تحقيق متقدم في هذا المجال لإماطة اللثام على شبهة التدليس هذه، والقضية هذه إن شاء الله تكون خير دليل للطعن في ما تم نشره في الرائد الرسمي، ولتقديم هذه المعطيات أمام الهيئة التحكيمية الدولية خلال شهر أبريل 2021.